طبعا واحدة من أكتر وسائل التعليم فعالية هو التعليم باستخدام المجسمات، ودي الطريقة اللي وجدت ضيفتنا دلوقتي بيها أنها بديل فعال جدا لشغل وقت الأطفال وإزاي تحببهم أكتر في التعليم. يعني زي ما كنا بنتكلم دايما في الكتابة وفي القصص الخاصة بالأطفال أنه الصور حتى والرسومات إزاي بتجذب الأطفال، فأعتقد أنه المجسمات لها تأثير أكبر كمان يا منى في جذب الأطفال للقراءة وللدراسة بشكل عام. أعتقد كمان فكرة المجسمات بتبقى بتساعد الطفل أنه يتخيل، بتساعد الطفل أنه هو لو عنده حاجة لها علاقة بالدراسة هو شايفها، وشايفها كمان مجسمة بأبعاد وأشكال ممكن تقرب الفكرة لذهنه جدا. حتى كمان لو إحنا فهمنا أن المجسم ده معمول بسكيل أو معمول بطريقة معينة أنه ممكن تكون النسبة من كذا كذا، فيقدر يتخيل حتى حجم المجسم ده في الحقيقة ممكن يكون شكله إزاي. أنا مش عارفة تفاصيل كتير عن المجسمات، لكن ضيفتنا النهاردة معانا في استوديو أمنية القاضي عاملة يعني مبادرة كاملة عن المجسمات، هي اللي هتتكلم وهي اللي هتحكي لنا كل التفاصيل. يا أمنية أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. صباح الخير عليك. صباح الفل. طيب أمنية احكي لنا كده، فكرة المجسمات جات لك منين الفكرة؟ اشتغلتي عليها إزاي؟ أنت درستيها ولا أنت هاوية شغل بالإيدين وحرف يدوية؟ قولي لي. والله هو في الحقيقة أنا طول حياتي يعني بحلم أدخل كلية فنية أو يعني أخش في المجال ده هواية يعني، بس ما حالفنيش الحظ ودخلت كلية حقوق وكده وتخرجت منها. حاولت أشتغل بيها لقيتني لأ مش هو ده اللي أنا بحبه، فتجوزت بقى وخلفت، وبعد ما خلفت وابني دخل الحضانة ابتديت تجيلي فكرة أن أنا أعمل له حاجات هاند ميد بإيدي بالفوم وبالألوان وحاجات زي كده، فلقيت ان هو بيستقبل المعلومه بشكل ابسط وبيبقى مبسوط وهو بيتعلم، غير ان انا بديله ورقه وقلم واقول له اكتب الف وب والحاجات دي. فكل ما ابتدى يكبر ابتديت ان انا اطور الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. بعد كده لما كبر شويه بدات اعمل بقى الحاجات مجسمه، بقيت احس ان هو ما عندوش ملل. زي الصور اللي احنا عرضناها دي. بالظبط، حاجات زي كده. دي بقى على المستوى الكبير شويه يعني برايمري 4 و5 والحاجات دي كل ما بيكبر بعمله. وبعد كده لقيت الناس يعني عاجبها جدا الانشطه دي، ويعني ابدوا اعجابهم قوي، فابتديت بقى اخد الموضوع وقلت طب انا ليه ما اعملوش مشروع يعني او كده. فبدات ان انا اطور بقى، عملت صفحه وابتديت احط عليها مجسمات وانشطه وحاجات كده. الناس بتنبهر بصراحة بالحاجات الحمد لله. لقيت بقى بيتطلب مني من الجامعات برضو مشروعات التخرج والحاجات دي، بعمل لهم المجسمات بيقولوا لي ان هم عجبت الدكتورة جدا، خدت مركز اول وتاني على مستوى الجامعة. فيعني انا بلاقي سعادتي في ان انبهار حد بالحاجة اللي انا بعملها هي دي سعادتي. يعني الموضوع مش موضوع مثلا مادي او ان انا اعتمادي عليه كماديا كمشروع، لانه مش مربح قوي ولا حاجه. بس انا ببقى مبسوطه بسعاده الطفل وبسعاده بتاثير اللي بتعمليه كمان. طيب وانت بتتكلمي دلوقتي وشرحتي صوره من الصور قلتي لا دي بتاعت فئه عمريه اكبر شويه. هل انت دارسه مثلا تحديد الفئات العمريه، زي تخاطبي كل فئه عمريه بطبيعه المجسمات اللي تناسب هذه الفئه، ولا انت بتعملي شغلك مثلا وبتنزليه على منصه معينه من المنصات وعلى حسب بقى كل مختص، مثلا حد مسؤول عن مرحله تعليميه معينه بيتواصل معاكي عشان عايز حاجه خاصه بالمرحله الابتدائيه فهو اللي بيحددها وكده؟ لا، هو انا مثلا بلاقي حد بيكلمني من مرحله برايمري يعني ابتدائي او كده عايز درس معين في ماده معينه، فانا بنفذ يعني بنفذ حسب زي الرغبه. مثلا زي ايه مثلا؟ ضرب لنا مثال كده. يعني لو في عمريه صغيره مثلا الحروف الالوان الاشكال الهندسيه الحاجات دي بتتعمل لوحات او حاجات بسكوتش، بقى الطالب يقعد يعمل سكوتش ويشيل الحاجات دي، الحروف مثلا الانجليش بالمدلول بتاعها. فدوت بالنسبه للفئه العمريه الصغيره. تمام. لما بنكبر شويه بنخش مرحله بقى رابعه ابتدائي وخمسه وسته والحاجات دي، بيبقى فيه بقى مجسمات ساينس او مجسمات دراسات او الحاجات دي بتبقى على مستوى اكبر شويه، يعني مثلا دوره حياه الميه مثلا او مصادر الميه او الحاجات دي بتتعمل بشكل مجسم بتوصل المعلومه. يعني الطفل دلوقتي لو شاف المجسم قدامه الشمس والبحيرة والجبل والشلال عمره ما هينسى مصادر المياه جاية منين. طبعا. فهي بتكون بتيسر على الطالب وبتيسر على المدرس
وهو بيشرح المعلومة هو بيوري الطفل مثلا السحابة بتنزل مطر، فاحنا بيجي لنا المية من خلاله، البحر كذا، الأبخرة، كل الحاجات دي بتوصل المعلومة بشكل لذيذ. الطفل ما بيكونش عنده ملل وهو بيستقبل المعلومة. بس فأنا يعني بحس إن أنا مبسوطة أو بحس إن أنا مشاركة في توصيل المعلومة للطلاب، دي بتبقى حاجة بسطاني قوي. طيب فكرة إن كل مجسم بيتعمل لفئة عمرية معينة وكل مجسم بيتعمل لحاجة دراسية معينة، المواد اللي أنت بتستخدميها بتبقي مراعية إن هي لها علاقة بأطفال صغيرين عندهم 2 و3 سنين أو أطفال عندهم 9 سنين 10 سنين، ولا المجسمات دي بتروح على حاجة علمية وخلاص ما هياش قابلة للعب بيها يعني؟ هو القابلة للعب دي بتبقى الفئة العمرية الصغيرة، بتبقى مثلا لوحات أو قماش جوخ، حاجات مش مضرة للطفل، وبتكون بسكوتش مثلا يقدر يشيل السكوتش ويلزقه، مثلا كتب التفاعلية اللي هي بيحط مثلا العينين يعني مثلا رسمة صورة طفل والعين والأنف والفم والحاجات دي، بيبتدي الطفل يشيل السكوتش ويحطه، فبتوصله يعني بتوصله المعلومة بشكل سريع. طب أما الفئة العمرية الأكبر بيبقى مجسم لا ثابت، مفيش فيه أي يعني مفيش فيه أي حاجة تفاعلية، وبيكون بقى بخامات مجسمة زي الفل والكرتون والحاجات كتير بقى، ورق الكريشة، النصبيان، كل الحاجات دي بستخدمها في المجسمات الكبيرة. وبرضو اللي هو مستوى الجامعات مثلا بعمل مثلا حاجة عن البكتيريا، حاجة عن الرئة، حاجة عن القلب، الحاجات دي كلها بتكون بنحتها بالفل وبلونها بألوان بلاستيك، وبيبقى مستوى بقى أكبر يعني اللي هو مش الحاجات بقى التفاعلية اللي بالإيد للأطفال الصغيرة. طيب بس فانا بخاطب كل فئه على حسب يعني على حسب اللي هي عايزاه او اللي هي محتاجاه. طيب ممكن يكون حد دلوقتي بيسمعنا مثلا ام عايزه تعمل لاولادها، يعني سمعت منك وانت بتقولي تاثير هذه المجسمات على تعليم الاطفال وتركيزهم قوي، فعايز تعمل مجسمات، هل لازم تنزل تشتري حاجات من تحت ولا ممكن تستخدم الورقيات الموجوده في البيت تلون حاجات وتعمل هي تصنع هي المجسم نفسه بدل ما تنزل تشتري بقى الورق المقوى والحاجات اللي ممكن تشتريها من اي مكتبه؟ ما هي لو حابه الموضوع، هو الموضوع يعني انا بشوف ان هو هي فني لسه بحت يعني. يعني هو فني بحت يعني مش اي حد هيعمله. لو 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 هي عندها قابليه فنيه او هي بتعرف ترسم، لان حاجات كتير بتحتاج رسم بالايد، مش مجرد ان انا مثلا يعني انا مثلا مش عارفه اعلم حد يعني مش عارفه اقول لحد اعمل زي دي، لا هي بتجيني كده الهام ان انا بنفذ الحاجه دي وانا قاعده مع نفسي. فلو ام مثلا هتبتدي تنزل تعمل لاولادها والكلام ده وبتسالني، انا بقول لها ايه الخامات اللي تقدر تجيبها، ممكن تعمل ايه، يعني في اساسيات، في مثلا الفوم، الورق الكانسون، النصبيان اللي هو الكرتون الناشف ده، مسدس الشمع، دي الحاجات اللي تقدر الام يعني ممكن تعمل ايه لوحه لابنها او حاجه تفاعليه في البيت للطفل. اما بقى المجسمات الاكبر من كده لا، بتحتاج بقى مجهود لان هي بتتعبني انا شخصيا جدا، وممكن اقعد مثلا اسبوع شغاله في مجسم واحد. يعني انا كنت عامله مجسم لزلزال كان مقاسه متر، كان مقسوم يعني نصين كده، نص الشكل في الشارع ونص الشكل في البيوت، كانت البيوت مكسره بقى وحاجات زي كده. فالمجسم ده خد مني يعني فوق مثلا بتاع 30 40 ساعه انا شغاله فيه. ولازم في صوره قدامك يعني، في صوره حتى مش لازم تكون قدامك، رسماها انت في خيالك في مثلا خيالي. عشان هي انا بقول لحضرتك يعني انا ما اقدرش اقول ان انا هعمل كذا، لا انا بحط الحاجه قدامي بلاقي نفسي كسرت البيت بالشكل ده، قلبت العربيه بالشكل ده. يعني انا برضو بعت الصور لبعض بنعرضها دلوقتي الصور الحاجات ده مجسم لبيت منزل يعني احنا شايفين ده مصادر. طيب ده معمول بقى 3D ولا معمول بالالوان؟ ده الزلزال اللي انا بقول لحضرتك عليه. لا كلها حاجات 3D، كلها حاجات بالفل والفل بيكون منحوت، ودي لوحات مجسمه. طيب احنا بنستخدم دايما في المجسمات انهي لغه؟ يعني انت بتقدمي المجسمات بتاعتك باي لغه المطلوب منك، ولا عندك وجهه نظر انك عايزه تنشري لغات، عايزه تساعدي على تعلم العربي، يعني ايه وجهه نظرك؟ لا هو على حسب الطالب ما بيكون عاوز ايه، يعني لو مثلا عايز حاجه بالانجلش او هو بيدرس لغات مثلا فخلاص هو المجسم بيكون انجلش، لو عربي بيكون عربي، في بيطلبوا فرنساوي مثلا بعمله فرنساوي على حسب يعني اللي الطالب محتاجه بس. طيب
المراكز الخاصة بالأنشطة الحركية للأطفال، وفي أطفال بتبقى حركية أكتر، وفي أطفال إحنا يعني عرفنا بقى لما بنيجي نعلم الولاد إن في أطفال بتعتمد على الذاكرة البصرية أكتر، في أطفال بتعتمد على الذاكرة السمعية. الأطفال البصرية دي الألوان بتخطف عينيهم أكتر. بالظبط. المفروض هم يشاركوا في صناعة المجسمات بإيديهم عشان المعلومة تثبت، ولا هم بيشوفوا الحاجة فبتبهرهم ويحفظوها؟ هي أوريدي بتبقى الحاجة تفاعلية. يعني أوريدي الطفل يعني بيشترك بحواسه في ان هو بيجرب اللوحه دي معموله ازاي، بيجرب مثلا ادوات الدكتور، مثلا ادوات الطبيب دي، فببقى شايله انا الحقنه والسرنج ومثلا والقطن وكل الحاجات دي والادويه، فهو لما بيشوف صوره الدكتوره بيبقى عايز يشوف ايه الحاجات اللي هي بتستعملها الدكتوره دي، فبياخد بقى الحاجات ويقعد يلزقها مثلا، فخلاص هو كده ثبت في دماغه ايه هي الحاجات اللي الدكتور دي بتستعملها. كذلك الحروف مثلا العربي، مثلا الف ارنب، هو بياخد الارنب وبيحطه جنب صوره الالف، فهو اوريدي بيتفاعل. ده على المستوى الصغير. يعني المستوى الاكبر، انت لو شفتي قدامك المجسم مثلا اي حاجه، البيئه الزراعيه، خلاص هو شاف ايه هي الحاجات اللي في البيئه الزراعيه، مش هتروح من باله لما يجي في الامتحان، لا هو حافظها وفهمها كانه عايشها، كانه عايش، كانه راح المكان ده. بيئه صحراويه، بيئه ساحليه، هيتكلم عنها بالصوره اللي في مخيلته، فده بينمي يعني بينمي الابداع او صورته، الصوره الابداعيه في دماغه. صحيح. طيب انت عملتي مجسمات بغرض تعليمي، هل فكرتي تعملي مجسمات بغرض ترفيهي؟ يعني احنا دايما بنقعد نشتكي ان الاولاد ماسكين الموبايلات، طيب هل ممكن نعمل مجسمات مثلا فيها قصص يتعلموا منها قيم، يتعلموا منها مبادئ، لكن بعيدا عن الشق التعليمي؟ لا، هي حتى في الحاجات الترفيهيه هي بتبقى الحاجات الصغيره، يعني مثلا ممكن هنكون مثلا جسم انسان بالاشكال الهندسيه، هناخد الدايره نحطها فوق، وهناخد المستطيل مثلا نحطه تحت، وهناخد وهكذا. فهي بتبقى يعني ترفيهيه، وفي نفس الوقت هي الطفل يعني بتعتبر بالنسبه له لعبه. وبتبقى حاجه مفيده بقى، ما بتخليهوش ان هو يعني بيخرج من مود الموبايل والشاشات والحاجات دي شويه. بس طيب بما انك مهتمه بالاطفال ومهتمه يعني من شغلك مع ابنك ابتديتي الفكره بتاعت البروجكت بتاعتك، فكرتي في ان انت تعملي ورش عمل للاطفال، انهم يبقى معاكي ثلاث اطفال اربع اطفال وتبتدوا انتوا بتعملوا ورش لمده عدد ساعات بقى معين لصناعه المجسمات، ويبقى مشروع التخرج ان كل واحد فيهم يعمل مجسم ويتخرج؟ والله انا نفسي اعمل الخطوه دي، بس لسه يعني انا علشان انا ام لثلاث اطفال، ف حاسه ان الوقت عندي مش كفايه ان انا اعمل كده، بس ممكن على يعني قدام شويه اعمل ورش او اعمل كده، اللي هو اخلي الطفل بنفسه يتعلم ان هو يبدع، يتعلم ان هو يطور فكره، يكون حاجه في دماغه وينفذها فعليا بايده بمساعدتي بقى. يعني تبتدي باولادك بقى، عندك ثلاث اولاد ما شاء الله. ايوه. حد منهم بدا يساعدك ولا لسه؟ عندي ابني الوسطاني ده ميوله فنيه شويه. طب يعني كويس. لو لقاني ماسكه الوان فوم بتاع يجي انا عايزه اقص معاكي، انا عايزه الزق معاكي، انا لو انا مثلا بعمل حاجه وخلصتها يقعد هو يلزق ويركب. مفيش بس هتبوظ؟ لا مفيش كلام. لا بسيبه بصراحه. ابوظ ابوظ مش مشكله، ما هو دلوقتي هيبوظ، بعد كده هيتعلم، بعد كده هيساعدك، بعد كده هياخد نفس الطريق. ايوه بالظبط. طيب فكره التعامل بقى مع المجسم في بعد كده لما بيتسلم مثلا، او لما بيبقى موجود في هيئه تعليميه او ايا كان، احنا عاملين حسابنا المجسم بيقعد معانا قد ايه؟ يعني له عمر افتراضي ولا المجهود اللي انت بتقعدي قلتي لي قعدتي 40 ساعه؟ يعني اسبوع تقريبا كنت ليل ونهار انا شغاله فيه. يعني في حاجات مثلا تقدري تعمليها تحافظي على سبراي شفاف مثلا، كوت بلاستيك، بديله طبقه ورنيش مائي. يعني الالوان بديها طبقه ورنيش مائي بيدي لمعه وبيدي في نفس الوقت بيحافظ على عمر المجسم. وبعدين لما المدرس بيشوف المجسم، يعني الميس بتاعت ابني قالت لي ما شاء الله المجسم بينطق، يعني مميز، واتحط بقى في معرض المدرسه، فهو بيقعد سنين. يعني ابني في رابعه وخمسه وطالع سته اهو، المجسمات اللي انا عاملاها من السنين اللي فاتت هي محطوطه في اللاب بتاع المدرسه، يتعلم منها الاجيال اللي بعدها وكده. بالظبط. وموجوده يعني كقطعه ديكوريه، لو مثلا عملت عن الاهرامات وحاجات كده برضو بتبقى حاجه ديكوريه. خرايط بتبقى متعلقه مثلا في الغرفه بتاعت الدراسات، بتقعد سنين الحاجات دي. ايه الاصعب بالنسبه لك؟ اصعب مجسم عملتيه، هل الحاجات العلميه؟ الحاجات العلميه اللي هي الحاجات اللي على مستوى
كبير شويه. يعني عملت القلب البشري وبيتفتح والشرايين بيمشي فيها الدم اللي هو الازرق والاحمر ده بالسرنجات، فده كان بصراحه صعب جدا. يعني هو صغير كده ومش باين قوي، بس تفاصيله دقيقه جدا جدا جدا. وبرده عملت الرئه اللي هي بندوس على السرنجه، الرئه بتعمل شهيق بحركه كده معينه، برده بتتعمل بالايد، فبرده دي تعبتني لاني كانت حاجه جديده عليا ويعني مختلفه برده. ما فيش شك طبعا ان ناس كتير قوي. ما فيش شك ان لها تاثير كبير جدا استخدام المجسمات بشكل عام في العمليه التعليميه، سواء على المراحل المختلفه، المراحل العمريه المختلفه، سواء كانوا الاطفال او الكبار. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا امنيه القاضي، فنانه مجسمات، بنشكرك. شكرا.